كان يزبط كل 10 15 كوشون كوش وين؟ على تركيا على درعة على درعة بالأول على درعة على المحكمة حاكموه بالأول بحاكموه هذول لما بطلع أخذوه لمسرع أقلوا عطوه بالسجن أجا وقت محاكمتهم بطلع 10 15 واحد كويس شو هذا اللي بحكم الحاكم قائد تبعهم يفوت واحد واحد فلان الفلاني عالجيش فلان الفلاني اعدام فلان الفلاني عالجيش فلان الفلاني اعدام طلع حظ موسى العقل اعدام اعدام حكموا اعدام لانه كان منهزم شو بده يساوي والله بالسجن قرب دوره صار يحكموا كل يوم واحد يعدموا قرب دوره مثل ما تقول بكره دور مشرف ايوه شو بده يساوي يا حزين طلع برا دور شاف من هو زلمه مالك زلمه كبير قال له يا عمي تعال في شباك او باب من السجن بطل على الشارع تعال يا عمي ما بتقدر انا زلمه هيك وحداني لخواتي والله ما عندي حدا غير عندي ثلاث خوات دشرتن ما في واحد يطعمهن رغيف خبز قال له يا عمي انا شو بطلع بيدي انا لا بعرف تركي ولا بعرف اشي ولا بطلع بيدي اشي والله يا عمي ما الك غير تبع القهوه في قهوه فاتحه اقبال السجن اقبال السجن وصاحبها بعرف تركي بقى متعلم تركي ما قال له والله يا عمي ما الك غير صاحب القهوة حلو قال له لا قال له والله قال له نادي لي يا بالله عليك نادي لي يا راح الزلمة هذا نادى صاحب الدكانة القهوة حكى له عمي موسى قال له يا عمي هيك دربي ما بتقدر تخلصني من هالورطة بكرة عدامي قال لا حول ولا قوة إلا بالله ما عمي معك مجيدي اللي هي عملة ذهبية قال له معاي قال له اعطيني يا مجيدي عمي موسى معاه بطلع ثلاث أربع مجيديات خمس مجيديات بالإضافن أبصر بقت مجيدي عالدور أعطاه المجيدي راح الزلمة تبع القهوة اشترى لتر عرق أيوه ونادى مدير السجن عزمه شايف؟ قعدوا بالقهوة ظل يشرب فيه في تمنه طفى استوى هذاك تبع القهوة كتب ورقة أرجو إخلاء السجين موسى عقلة عيسى من السجن حالا حالا يا سلام شايف؟ كتب الورقة اجى لتبع الضابط قال له والله تمضي لي هالورقة قال له شو فيها هاي مكتوبة بالعربي ما بعرف الشغل ايوه قال له هيك شغلة مضاها الزلمة مضاها راسا راح وداها لتبع السجن للحارس تبع السجن ايوه قال له بالله كمل بالله يا عمي تعطي هاي للسجان للمدير السجن قال له طيب راح الزلمة هاب الحارس السجن أعطى الورقة للمدير اللي هناك قال له هاك المدير شو مكتوب فيها قال أرجو إخلاء موسى العقلة عيسى من السجن حالا قال لا طلعوه ما دام في أمر خلص طلعوه نادوا على موسى العقلة مين موسى العقلة قال أنا موسى العقلة شو فيه قال يا عمي أنت إخلاء سبيلك إخلاء سبيلك يا سلام والله وعيك ومع السلام الله معك أصدق على هالكلمة طلع وراح على تبع القهوة وشكره وقال له اسمع من هون هاي الطريق على الأردن شايف على الحصن على ماشي من درعة لا تسلم حالك
اي تشوف بوليس ولا عسكري ولا شيء بتنام تتخبى. قال له طيب هذا ما صدق ركاب، ظل يركض مصابيح وصل الرمثة. من وين لوين؟ شاف من درعة، شاف مرة بتخبز بالفرن، راح عليها قال لي لا يا خالتي تبيت من الجوع. شو حرامات في الليلة ويمشي. تعطيت الشحدين رغيف، والله ميت من الجوع وانا جاي من اعطت رغيف وظل ماشي. بالاخر قال ايه والله هاي دار فيها خيل، بدي استاجر خيل فرس، فرس اروح ما بقدرش اصل للحصن. راحت بعد دار ودق عليهم قال لهم يا عم تاجروني احسان، خلي واحد يروح معي ياخذ اجاره للحصن واني والله تعبان مش قادر. اجروا المهم احسان، راح معه الزلمه وصلوا الحصن غداه واعطاه اجاره وقال له مع السلامه. يا سلام، وهاي اللي فكت مساله اقلم. ويسلم سمك يا ابو سامح. طيب هسه انت منو اللي سولفك اياها السولافه هاي؟ مين سولفك اياها السولافه هاي؟ جدي موسى؟ يمكن ما بدري من هو، بعدني حافظها. قديش بقى عمرك هذيك الايام؟ يا ندان ليه؟ بقيت بعدك ولد صغير؟ ليش ولد؟ انت اميت اميت توفى موسى العقلة؟ لا موسى انا لحقته يعني. بقيت كبير ما بعرف ما بقي ما بقيت. سولفني اياها سولفني اياها سولفني اياها هو عواد الرزق الله. المختار عواد الرزق الله. نعم. طيب يعني بقيت بعدك متجوز عمتي هدى ولا ما بعدك مش متجوز؟ لا بقيت متجوز. هاي يعني قبل ما يموت. قبل. سلافي يعني بعد كثير هو كبير يعني. مش هو صغير يعني. موسى العقله شو بقى يشتغل؟ بقى نجار. اكثر نجار بقى. نجار يا سيدي. نجار عربي يعني بيقولوا له فرنجي اي دي مع الانجليز. بقى نجار. لاحقا طبعا بالاي بي سي. الاي بي سي نجار. اللي اشتغلوا بالخناصري وبال بالاي بي سي تافرطت تافرطت. استلمت امك مره صح وروع على الدار على الحصن. قالت له مرته بدنا نفتح محل بعمان نبيع ونشتري. قلت له يا عمي موسى نصحته ما قبلوش ما قبلتش مره.